النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن مرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة بحول الله المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي ارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة ليالي ما إلى البرودة خلال ساعات الليل ورياح مثيرة للغبار خلال يومي الجمعة والسبت كالعادة صور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم. باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت في شمال الساحل السوري وهي ناتجة عن امتداد لحالة من عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على شمال مصر هذا اليوم حيث تكاثرت الغيوم الركامية فوق الساحل الشمالي المصري ومدينة الاسكندرية تحديدا. وعطل الزخات من الأمطار في تلك المناطق هذه الغيوم العالية وصلت نحو الساحل السوري والساحل اللبناني بينما بقية المملكة خالية من الغيوم نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد حيث يمتد أو يتمدد المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يعمل هذا المنخفض على النشاط في سرعة الرياح الشرقية وارتفاع على درجات الحرارة رياح شرقية هذه ستكون تترافق بهبات قوية خاصة في منطقة جبال الشراه تعمل على إثارة الأتربة والغبار في عموم مناطق المملكة وبالتالي الطقس يوم الجمعة والسبت سيكون مائل للحرارة خلال ساعات النهار مع فرصة لت... لبعض الغبار الخفيف في مختلف المناطق نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود طقس بارد مائل للبرودة 19 درجة مئوية مع طقس صافي أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الخميس طقس غالبا صافي 27 إلى 20 درجة مئوية أما يوم الجمعة تبدأ الرياح الشرقية بالهبوب حيث تمع لإثارة الأتربة والغبار وبالتالي الطقس يكون مغبر بغبار خفيف مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة 30 إلى 21 درجة مئوية ونفس الأجواء متوقعة يوم السبت بإذن الله بهذا ننهي نشرتنا إلى اللقاء